أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني وأخواتي، خاطرة اليوم بعنوان لا تلعب فقطار رمضان يمضي سريعا. فقد كنا بالأمس نترقب هلاله، واليوم مضى ثلثه راحلا شاهدا علينا بما سبق منا من عمل. فاغتنم البقية الباقية، وبادر الأيام بالعمل، وراقب نظر الله تعالى إليك. ومن روائع الوصايا في هذا المضمار ما وصى به أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولده السيد الحسن رضي الله عنه، فقال: بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. ويا لها من نصيحة غالية قد جربناها في أنفسنا، فكم من فرص أضعناها ثم ندمنا على فواتها ورجعنا على أنفسنا بالتلاوم. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: التلاوم بضاعة الحمقى، لأن لو لن تعيد شيئا فات، فهي في اللغة حرف امتناع الوجود أو امتناع الامتناع على ما هي عليه من شر فتح عمل الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك برد ما وقعت فيه النفس من لعب ولهو إلى القدرة، وقولها: لو أراد الله بي الخير لوفقني. وكيف لم تعرف مراد الله فيك بعد قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الإمام القشيري يقول في إشارة الآية: عبدي أنا لا أرضى إلا أن تكون لي، وأنت ترضى بألا تكون لي. يا قليل الوفاء، يا كثير التجني، إن أطعتني شكرتك، وإن ذكرتني ذكرتك، وإن خطوت لأجلي خطوة ملأت السماوات والأراضين من شكرك. فكيف أرجعت لاعبك يا مسكين إلى من هذا شأنه معك؟ ألا فاعلم أن اعتلالك بالقدر ذنب أكبر من إضاعتك للغنائم والفرص. ولقد فقي سلف الأمة خسارة اللاعب في شهر رمضان، ولذلك اتخذوه حلبة للسباق وفرصة للمنافسة بالأعمال، وعابوا فيه على اللاعب اللاهي. فقد ذكر ابن الجوزي عن الحسن البصري أنه مر بقوم في شهر الصيام وهم يضحكون، فقال لهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، يعني حلبة للسباق يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا. فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يعني لو كشف الغطاء وعاين الناس ثواب الأعمال وعقوبة الإهمال لكان سرور المقبول يشغله عن اللعب ويدفعه للاستزادة زيادة في الثواب، ولكانت خسارة وحسرة البطال المردود تسد عليه باب الضحك وتدفعه إلى الندم لسوء تفريطه والمبادرة بالعمل. أخي وأختي، إن الغطاء لم يكشف بعد، ونحن في مولة العمر الذي أعطانا الله تعالى، فنافس في الخيرات فيما بقي من رمضان، واظهر بمظهر المنافسة التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير السلوك والعادة، واعلم أن أرباب السعادة قالوا: إذا صمت ليصم سمعك وبصرك ولسانك وبدنك، ولا تجعل يوم فطرك مثل يوم صومك. وإذا حققت هذه النقلة فاجعلها هديا وسلوكا لك بعد رمضان، ولا تستغرق الزمان في اللعب، فإن اللاعب لا يدرك باللعب دنيا ولا أخرى، ولن يرضي ربه باللعب. ومن أنفس النصائح في هذا ما رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: ثلاث صاحبهن جواد مقتصد، والمقتصد ناج، هي فرائض الله يقيمها ويتقي السوء ويقل الغفلة، لا يغفل عن أوقات السعادة. قال: وثلاث لتحقرن، خيرا تبتغيه ولا شرا تتقيه، ولا يكبرن عليك ذنب أن تستغفره. ثم قال: وإياك واللعب،
فإنك لن تصيب به دنيا ولن تدرك به آخرة ولن ترضي به المليك، وإنما خلقت النار للسخطة، وإني أحذرك سخط الله عليك. فاجتهدوا عباد الله أن تكونوا من السابقين ولا تكونوا من الخائبين في الشهر الذي شرفه رب العالمين، وارتقوا من الحسن إلى الأحسن، ومن صلاة الفرض إلى قيام الليل والتهجد، ومن الإحسان والصدقة إلى غاية الجود والعطاء. ومهما تزاحمت لديكم الأشغال فلا يشغلنكم عن الفرض شيء مهما كان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.